يسعد صباحك ويسعد صباح سمر وصباح كل مشاهدي الإخبارية السورية. أنا متواجدة معكم من مدينة الفيحاء لنرصد لكم لحظة الانطلاق من قبل الطلاب المتواجدين هون. نحن متواجد مع الأستاذة طلال برنية وهو مدير مؤسسة الأولمبياد السوري لنحكي عن أول ماراثون يقام دعما لذوي الاحتياجات الذهنية. يذكر أنه في 3500 مشارك، 1000 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصه الذهنيه و2000 من قبل طلاب المدارس. هذا الماراثون يقام بالتعاون بين وزاره التربيه ومحافظه دمشق. دقائق وينطلق الماراثون. رح اكون مع الاستاذه طلال. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباح الخير. طلال بني هو المدير الوطني للاولمبياد الخاص. هي اول مبادره لذوي الاحتياجات الخاصه ذهنيا، والمفاجاه انه امبارح وصل الفريق العراقي لمؤسسه الاولمبياد 17 لاعب ولاعبه. هي رح تكون اول انطلاقه لماراثون دمشق الاول لذوي الاحتياجات الخاصه ذهنيا، ومنرحب وسائل الاعلام وكل شيء دعمنا مع وزاره التربيه، الاتحاد الرياضي العام، محافظه دمشق، كل والمدارس والاهالي والطلاب، وبنشكركم كوسائل الاعلام مغطين هي. وراح نبلش معكم السبب بانطلاقه لاول ماراثون دمشق الاول لذوي الاحتياجات الخاصه ذهنيا. خلينا نحكي سريعا عن الهدف اليوم من هذا الماراثون، وكمان في مشاركه مميزه كانت هي عراقيه، خلينا نحكي عنها لاول مره التلي خلال سنوات الحرب. هلا نحن الماراثون هي لبناء اللبنه الاولى لدمج هالفئه بهالمجتمع هذا، ورح نبلش من القاعده هي المدارس، فهي كانت فكرتنا، وان شاء الله في عندنا خطه 2020 هي يكون درس رياضه مع ذوي الاحتياجات الخاصه بالتعامل مع وزاره التربيه. شكرا لك يعني سالي وسمر. رح نترككم مع الصوره، وهلا رح تكون لحظه الانطلاق. رح اخذ كلمات سريعه من الاشخاص المشاركين. مرحبا. اهلا. اليوم نازله دعما لذوي الاحتياجات الخاصه الذهنيه، شو بتحبي تقولي؟ بحب انه ادعمهم ونكون نحن بنفس المجتمع، وهن احسن منا حتى بشغلات، انه هن اذكى منا بشغلات ونحن احسن، انه نفسنا هن وهن حتى احسن منا، يعني ما بنفرق بيناتنا ونحن بنفس المجتمع لازم نكون دائما. كمان رح اخذ احد الاراء. مرحبا. اهلا. شو بتحبي اليوم تقولي انت ومين جايه لحتى تشاركي بهذا الماراثون؟ انا ورفقاتي من المدرسه. بحب اقول لذوي الاحتياجات الخاصه ان هن عندهم قدرات اكثر منا وهن ممكن يسبقونا. صح الله حرمهم اشياء بس عطاهم اشياء بداله واحسن. كمان رح اخذ احد الاشخاص المشاركين. مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. حضرتك تفضل. حضرتك من القائمين او المنظمين على هذا الماراثون، خلينا نحكي اليوم عن اهميه هذا الماراثون. والله هذا اهميه كبيره هذا الماراثون، واحنا نشجع مثل هذه الماراثونات ان تقام خاصه في دمشق وباقي المحافظات لتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصه ودمجهم مع الاصحاء. وهذا مبادرة جميلة، ونشكركم كإعلام على مشاركتكم مع الطلاب ومع الأهالي بهذا الماراثون، ونتمنى أن ينجح هذا الماراثون وينجح بكل المحافظات إن شاء الله. لك يعني كاميرا الإخبارية السورية عم ترصد مع زميلنا سائر انطلاق الماراثون. راح يكون في لحظة يمكن اندماج أو لحظة الالتقاء راح تكون بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال من الفئة العمرية الصغيرة المشاركة، ومع الأطفال محل ما انطلقت أنا أو الشباب اللي هنن من المرحلة الإعدادي المشاركين. يعني هي هي كانت أجواء الانطلاق من عندنا. سالي وسمر رح اكيد نرصد لكم المزيد من الصوره، ومثل ما قلنا انه اكيد الماراثون هلا انطلاق وراح يكون على تقريبا 3 كيلومتر.